السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، كدايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، تكونوا تمام بالصحة والعافية. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم موديل ديال البيجاما اللي جد رائع وسهل البنات وما كيتقامش غالي بزاف. المهم كما كتلاحظوا غادي نخدم بها الدونتي ديال التاج هكذا البنات. بالنسبة للعبار اللي عندي فيه باش هكذا تشوفوا شحال غادا غنحتاج في البياسة. عندي جوج متر البنات، عندي في جوج متر واحد شوية ماشي بزاف، يعني اصلا هذا واخد في جوج متر ديال الزيادة اللي كيعطيك مول الدونتيل. بعد خطرات كيزيد بزاف، بعد خطرات كيزيد شوية على حسب. زيد تقريبا شي 15 سنتيم، يعني جوج متر غنحتاج في هذا الموديل ان شاء الله. بالنسبة للقطعة ديال الكول، انا كنت ديجا قاطعة الكول. بالنسبة لهنايا كنهبطو بجوج سنتيم ديال الظهر، وكنزيدو 11 سنتيم اولا 10 سنتيم ديال الضوفة ديال الامام، مفهوم؟ يعني كنكونو هابطين في الاول بثلاثة سنتيم العادية اللي كنهبطو دائما في الكول، ومن بعد كنزيدو نهبطو بعشرة أو 11 سنتيم على حسب الكليانة شنو كيفاش كتبغي العنق. هنايا البنات هاد لاكارنيتو بطبيعة الحال كنتنيها الضوفة على زوج وكنحطها على التوب وكنقطعها بهاد الشكل هذا، وكنحصل على لاكارنيتو بهاد الشكل هذا. هنا البنات غادي نخيط بهاد الطريقة هادي كيما كتلاحظو، الوجه على الوجه بهاد الشكل هذا. وغادي نخيط هنايا عبر الصباط بهذه الطريقة هذه. يعني العنق كيجي مربع، كندور العنق بالشكل هذا. غادي نكراني هنايا هنا في المربع، يعني في البلاصه فين جات جا المربع عندنا. هنا نحيد هاد الزوائد هادو، عندي شي زوائد غادا نقلب هاد لاكارنيتو، غنقلبها بهاد الشكل هذا، نقلبها بهاد الطريقة هادي، وكنخيط خياطة تانية ديال سنتيم بهاد الشكل هذا. بعد كنخشي البرا ملي تبغوا في اي بلاصه تبغوا الدورو خشيو البرا، باش هكا كتجيكم ساهله الدوره وما كيتخسرش ليكم نتوما، كتبقاو غاديين في قياس واحد البنات، يعني كتبقاو غاديين في ميزان واحد مع الخياطه ديال هذا الشكل هذا. هنايا تركزوا على هاد البلايص هادو اللي كيكون فيهم الدورة، كتكون فيهم التقنيته ديال الكول هكدا البنات. صافي كنطلع بنفس الطريقة. دابا البنات شنو غادي ندير؟
غادي ناخذ هاد الدونتيل ديالي كنقاد هاد لا غارنيسيون كنحاول نقاد حتى غيجي على الدونتيل من الداخل بهذا الشكل هذا. هكذا البلاصه كنخيطو بهذه الطريقه هذه. هذا غير نحدد هاد النقطه هذه يعني باش تمشي ليا في خط مستقيم باش ماشي جهه تجي طالعه وجهه تجي هابطه. غادا نقاد هاد القياس هذا اللي درت هنا ولي ندير هنايا باش يكون عندي عبار واحد. صافي بهذا الشكل هذا. هنا البنات غادا ناخد دونتيل بهذا الشكل هذا. باش كتجيني هنايا على الحاشية ديال العنق كيجيني هاد التاج هذا هكذا البنات مفهوم. كيجي بهذا الشكل هذا. غادا نخيط بهذه الطريقة هذه. هنا حددت هاد النقطة باش يجيني عبار واحد يعني المسافة اللي مشيت هنايا كتكون عندي هنايا في التركيز التاني يعني مبقاش عندي الديكالاج. نرجع لنفس النقطة تاني وغادا نقلب الدونتيل بهاد الطريقة هادي يعني كيعطيني التاج الفوق والتاج التحت بهاد الشكل هذا. ممكن البنات لما درتوش هاد الدونتيل اللي كيكون رقيق ممكن تديرو وحدة دونتيل غليظ يعني الدونتيل يكون عريض بهاد الشكل هذا وكتخدموها وحدة يعني على حسب الذوق ديالكم الزواقي يعني بغات تبدلو الديكور ديال البيجامات يعني ما نبقاوش نخدموا هاد الدونتيل رقيق غير في هذه اللي كتكون هابطه يعني نحاولوا اننا نبدلوا الخدمه يعني باش تجي متنوعه بهذا الشكل هذا البنات. صافي وكنخيط بالطريقه هذه كيجي بهذا الشكل هذا كيجي زوين البنات. هانتوما هنا البنات راه مازال غادي نزينها غتشوفوها في الشكل النهائي ديالها شنو غادي نزيد عليها. هنا البنات اللي بقى ليا كنخدم به الكمام نخدم معكم كم كيفاش غادي ندير ليه. اذا بالنسبه للكمام اما كنسورجيوهم وكنتنيو تنيه وحده اما كنديروا جوج تنيات بهذا الشكل هذا يعني على حسب اللي ما عندهاش السورجي تخدم بهذه الطريقه. انا ما نسورجيهاش ما نسورجيش باش هكا ترتاح. اللي ما عندهاش السورجي تخدم بنفس الطريقه كنثني جوج تنيات لكم بهذه الطريقه هذه وكنخيطوا بهذا الشكل هذا. بهذا الشكل هذا كتحصلوا عليه بهذه الطريقه هذه يعني كيجي فيني
يجي حسن حتى نسورجير الناس. ها شو من بعد غادي ناخذ دونتيل. دونتيل خدموا بطريقه اللي كتناسبكم، يعني كاينه واحد الطريقه هذه، يعني التاج كيجي بحال الضريس، وكاينه الطريقه اخرى كتجي هنايا، وكاينين بزاف الاشكال البنات. كل مره كنخدم معاكم طريقه هنا البنات مع الكوم دايره 3/4، غادي نزيد غادي نديرو بهذا الشكل هذا باش كيعطي واحد المنظر اللي زوين. ملي كيكون 3/4 كيجي التاج بحال ما هكا، كيجي زوين، كيجي يعطي واحد المنظر اللي زوين. صافي، وكنخيط على حسب كنمشي على الخياطه اللي درت في الاول. غادي بهذا الشكل هذا، طريقة سهلة البنات. دابا غادي اللي بقى ليا غنخدم به لكم الثاني. كما كتلاحظوا خدمت لكم ميمات بجوج، وهنايا بقى ليا الدونتيل. هنايا كما كتلاحظوا راه في اللون ما خيطتش الخياطة الثانية ديال الدونتيل اللي خيطت هنايا في الصدر، خيطت غير الخياطة الوسطانية، يعني باقي ليا الخياطة هنا الثانية. علاش ما خيطتش؟ حيت هاد الشيء مني غادي نشيط ليا، علاش سبقت الكمال؟ خفت لما يقدنيش، يعني كون ما قدنيش كنت غنخلي البياسة هكا وغادي ندير لها حجيرات هنايا. مني قدني هذا غادي نخشي هذا هنايا، وغادي نخيطو بهاد الشكل هذا، يدور ليا على العنق بهاد الطريقة هادي. هانتوما هاد الشكل هذا، كندير هاد الخياطة هادي، هاد الخياطة كنخيط فوقها باش الدريس كيجي خارج من الجناب. الدريس خارج من الجناب هاد الشكل هذا، الجهة الثانية. هانتوما البنات كيفاش جا، تبقى ليا الجهة الثانية بنفس الطريقة تا هي هكذا البنات. هادي هي البنات اللي شاطت ليا، كنخدم ليها هاد الطريقة، دير ليها هاد الشكل هذا. كنجي هنا الوسط ديال العنق، هنا نفيني هاد الخيوطة، نحدد الوسط ديال العنق، غير نحدو مني غدا الخيط نخيط عليها. كنبني العنق كنبني الكور على جوج، نحدد المنتصف بهاد الشكل هذا بهاد الطريقة هادي، وكنخيط هاد الخياطة الثانية اللي غتجيني على الدونتيل من الفوق. يعني باش كتشدينا الخياطة كتشدينا الدونتيل مزيان. هنا البنات ندير هادي بهذا الشكل هذا، غنديرها هنا في التحت حتى بغيت ندوز الخياطه هنا، وغادي نديرها هنا في التحت باش تجي هابطه باينه شويه. كيما تلاحظوا الكول اللي زوين وفي الوقت ساهل وما كيهش بزاف ديال السلعه، يعني 2 متر 15، يعني هذه هي 15 البنات اللي شاطت، يعني ممكن تكتفيوا به بحال ما هكا. ممكن ديروا بابيون، هنا انا ما شاطتش لكم هذه، ديروا بابيون بالثوب، ممكن ديروا بزاف الافكار، يعني ما كاينش هذه الفكره. ممكن هنا لما كانش عندكم دونتيل بزاف هنايا ديروا غير داك الحجر اللي كيلصق بالسخون، يعني هنايا طلعوا بداك الحجرات اللي كيلصقوا بالسخون، كيجي حتى هو المنظر زوين. يعني هكا كتبتكروا في البياسه، ماشي ضروري تخدموها كلها بالدونتيل. هنا البنات ملي غنوصل للمنتصف غادا نقاد هادي بهاد الشكل هذا، كتجيب هاد المنظر هذا زوينة هكا.
هاكم باش نخيط عليها. كيجي المنظر ديالها زوين، هاد ها انتوما كيفاش جات. المهم غادي نمونطي دابا البياسه وغادا نشارك معكم الشكل النهائي ديالها في المانكا. هذا اخواتي هو الشكل النهائي ديال القنيطيره ديالنا اولا البيجامه، كتجي بهذا الشكل هذا. المهم انا عجبتني، كنتمنى نتوما تخليو الراي ديالكم وقولوا لي واش زوينه ولا لا. جات بهذا الشكل هذا، يعني موديل اللي خفيف وما كاينش بزاف، يعني هذه الخدمه ما كاينش بزاف هكذا باش تنوعوا في الموديلات اللي عندكم. ومازال موديلات ان شاء الله غادي نشارك معكم موديلات اخرين، يعني شكيلات وحدين اخرين ديال البيجامه. بالنسبه للكميمات خدمتهم سامبل كما خدمت معكم، راه شوف الفيديو. بالنسبه للمونتاج فهو مونتاج اللي عادي، ما بغيتش ندير المونتاج ديال البياسه باش هكا ما يجيش الفيديو طويل. مازال ان شاء الله كاينين بيجامات اخرين وغادي نشارك معكم المونتاج والفصاله وكل شيء. ولا عندكم شي تساؤل لهذه المناسبه خلوا لي في الكومونتير باش هكذا نقدر نجاوب عليه في الفيديوهات الماجيين. هنا كيبان لكم كسيفه الطايحين، هذه راه 3XL حقاش مولاتها عامره. هذاك الشيء علاش درت الكمام، ما جاوش هابطين تل حتى لكم، يعني جاو فايتين 3 كار شويه. علاش؟ حقاش مني هذا غير نص ديال الملحف، حيت مني كتدخلي هنا مني كيكون التركيز كبير كيدي لك من الكمام، يعني كيدي لك من العرض ديال الكمام. دونك كضطري انك تدخلي في العرض ديال الثوب باش هكا كيخرج لك غير الكم كيخرج لك كامل. اما الدوبل XL كيخرج الملحف، يعني الملحف كيخرج جوج بياسات، ولكن في حاله الا كان الملحف شويه صغير يعني ما كانش كامل فكيخرج لك الكم ناقص شويه، ماشي 3/4 ولكن كيكون ناقص شويه، يعني كيكون فيه 3/4 شويه. هكذا البنات كيجي الموديل بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للثمن ديال هذه الخدمه البنات، هذه الخدمه ما بين 50 درهم حتى 60 درهم على حسب. شوفوا الموقع اللي نتوما فيه، واش كاين المحل، واش عندكم محل، واش ما عندكمش، خدامين من الدار. كيجي بهذه الطريقه هذه. كنتمنى انه هنا الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا من لا فيديو ديال اليوم. شكرا لتتبعكم القناه، ولا عندكم شي تساؤل خلوا لي في التعليق باش هكذا ان شاء الله نجاوبكم في الفيديوهات الماجيين. وبسلام عليكم، تلقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله. دمتم في رعايه الله.